اتاخر خلاص. وين صفي؟ اوه وين القسم اللي رح ادرس فيه؟ اوه اوه مرحبا، ممكن اسالك وين الفصل تبعي؟ انا الصف الثاني ابتدائي. مرحبا، لسه بس بدي على وقت المحاضره. المهم الصف موجود قدام باب. يعني انا مو متاخره. اوكي رح اروح على الصف تبعي. اوف ظنيت اني كثير متاخره. ممكن ادخل؟ كأنه هون ما في حدا، خلي ادخل. هون في بنت. مرحبا، انا اسراء. وين اقعد؟ السلام عليكم. عادي اجلس هون جنبك؟ عادي، الكراسي مو محجوزة باسمي على فكرة عشان تستأذنيني. صح. خلص رح اجلس بس هون. يا الله الطاولة، الكرسي هذا كمان كتير مريح. يا الله شكله هالمدرسة كتير بتجنن، كتير متحمسة لهي السنة. على فكرة وين الثانيين؟ اجيت بدري كتير شكله. صح اجينا بدري. يب. على فكرة استني، عندي نفس تي شيرت تبعك وربي عندي زيه كتير كتير بيشبهه. صح؟ صح، عندي كمان هيك اصفر ومرسوم عليه هيك غيمه ورينبو. طيب اذا هيك خلي بكره نلبس انا وياك نفس التي شيرت. اوكي، خلي بكره انا وياك نجي بنفس التي شيرت ان شاء الله. على فكره شو اسمك؟ انا اسمي اسراء. وانتي؟ انا اسمي فرح. فرح، اسمك كثير حلو. لبست التي شيرت اللي وعدت بيه صاحبتي. اجى الباص. يا الله يلا سريع، لازم اروح على الباص. يلا على الباص يلا سريع. اخيرا اجيت. فرح انت هون بنفس الباص تبعي؟ اسراء مرحبا، اجلسي جنبي. هاي، اوكي رح اجلس هون جنبك. لبستي التي شيرت اللي نفسي؟ يب، لبست التي شيرت اللي بيشبه تبعي. يما كثير بيجنن، مو مصدقه انه انا ورفيقتي اللي صار لي يوم تعرفت عليها لابسين نفس التي شيرت يا اسراء. يس، هذا اشي كثير حلو. وصلنا للمدرسة بسرعة. يب، لكي رح يظنوا انه انا وياك اخوات لانه لابسين نفس التي شيرت. صح. المهم لك يا فرح، رح نجلس بنفس الاماكن اللي كنا قاعدين فيها امبارح. اوكي اسراء، بس انا اصلا من السنه الماضيه وانا عم بقعد بهذا المقعد. يعني انت السنه اللي فاتت كنتي هون بهاي المدرسه؟ يب، السنه الماضيه وانا هون بهاي المدرسه. انا هون بهاي المدرسه من السنه الماضيه عم بدرس بالاول ابتدائي، وهلا هاي ثاني سنه لإلي هون اللي هي السنه ثاني ابتدائي اللي عم بدرسها معي. ما في داعي تشرحي التفاصيل، ترى فهمت. فهمت. اوكي اسراء، لسات هالمس ما رح تجي هلا، خلينا ما نصير هيك دافورين، تعالي نلعب. اوكي فرح، شو بدك نلعب؟ استني، ما بتحسي انه انا وياك نقدر نصير افضل صديقة عندي؟ لك عم بحكي معك صح، نقدر نصير best friends. yes two best friends. واه اخيرا وقت الاكل، هذه احلى part عندي، احب الاكل. انا كمان. تاي، واه لما نتسالم رح نسوي هيك حركة كثير كثير حلوة صح؟ يا كثير حبيتها، رح نضل هيك نساوي هاي الحركة أو الرمز السري اللي بيناتنا اثنيناتنا. مرة ثانية. يا كثير متجنن. يلا هلا آخر شغلة، 9 ضرب 8. لك أنا مش هون اجيت عندك للبيت، اجيت عشان نلعب. لك خلاص بس هيك ورح نحفظ. المهم يلا. أوكي. هلا خلصنا، يلا تعالي نلعب. بس ثواني، كم الساعة هلا؟ الساعة هلا 8 PM. ماي جاد، لازم اروح. لا خلي نلعب. ندمت عشان ضلينا بنحفظ، كان بدي كمان نلعب وهيك نستمتع. انا كمان هاد اللي كان بدي، بس امي قربت ترجع على البيت وما رح تلاقيني، رح تقتلني. بنات ايش بتعملوا؟ كنتوا عم تحفظوا ولا قاعدين بتدردشوا؟ لا والله يا ماما كنا عم نحفظ. صح هاد الاشي يا فرح؟ والله صح يا خالتو، كنا عم نحفظ. صح يا اسراء، والله كنا عم نحفظ وكانت بتعلمني وربي بنتك كثير ذكية. يا شطورات انتو، يلا كملوا بالتوفيق، رح روح يلا كملوا. كنا رح نتورط يا اسراء. خلص المهم هدي، يلا هلا
لازم هلأ تروحي، بدك وصلك على الباب. لا ما في داعي، يلا هلأ رح روح. يلا تعي يا يلا. المهم هلأ باي، بشوفك بكرة بالمدرسة. باي 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 باي، رح روح. مع السلامة. أهلي بيقولوا لي إنه المدرسة اللي رح أروح لها كتير حلوة ولساتها جديدة ورح تكون كتير حلوة، وخلص رح أدرس فيها سنة واحدة وبعدين رح أرجع. لا تخافي، رح أرجع السنة اللي بعدها. طيب أنا رح أضل بهاي المدرسة عشان أستناك، أوكي؟ بس وعدين السنة الخامسة رح ترجعي. بوعدك. ما أصدق إني ما رح نشوف بعد لمدة سنة. أوه رح تمر كتير سريع، ما تخافي. المهم يلا باي، رح ألتقيك كتير قريب. رح أشتاق كتير لهاي المدرسة ولصديقتي فرح. رح أصبر على هاي المدرسة اللي بتشبك قاعة الحفلات. ضايل بس شهرين ورح أرجع لمدرستي مع صديقتي فرح. الدخول مدرسي السنة الخامسة ابتدائي السنة الدراسية 2020. إيش؟ دراسة عن بعد؟ يعني ما رح أروح المدرسة؟ كمان ما رح ألتقي بصديقتي فرح لسنة ثانية، يعني سنتين ما أشوفها؟ ابتدائي. هلا استنى الباص. اوه هاي اجا الباص، يلا يلا روح. اسراء فرح، يما اخيرا التقينا. ماي جاد، كمان بنفس الباص. يما صار لنا سنتين ما شفنا بعض. ماي جاد ما تغيرتي صح؟ يما كثير اشتقت لك. يما انا كمان. او ماي جاد اخيرا رح ندرس مع بعض. المهم يلا تعالي اجلسي جنبي بالباص. يلا اوكي. انا جد صرت احب المدرسه. انا اولريدي احبها، بس ليش صرتي هيك فجاه تحبيها؟ لانها هي الشيء الوحيد اللي يجمعنا. يما كتير اشتقت لمدرستي. وانا بعد، حتى لو بس سنه واحده اللي ما شفتها لانه كنا عم ندرس عن بعد. بس انتي غبتي عن المدرسة سنتين، السنة الرابعة اللي رحتي درستي بمدرسة تانية والخامسة دراسة عن بعد. صح. المهم هلا يلا ليتس جو. يا كتير اشتقت لمدرسة. او ماي جاد. لكي 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 الحركة تبعنا بوم. او ماي جاد. المهم هلا يلا نروح على الصفوف تبعنا ورح نجلس بنفس الاماكن صح؟ يب صح. انا كتير متحمسة. يلا تعالي يلا يلا. آخر يوم بالسنة السادسة. يا الله ليش اليوم ما اجت معانا بالباص؟ كمان ليش تأخرت؟ قالت انه اذا ما اجت بالباص رح تجي بس لوحدها، بس وينها كتير تأخرت. اوف خلي احط هون هاي الحقيبة هاي لانه ما بعرف ايش اصلا بدي اسوي فيها. اوف كتير تأخرت فرح. انا جايبة معاي موبايل بدي اخذ معها صور. وهي تأخرت. يلا سريع يلا خلص تعالي. اوف رح استناها هون. يلا يلا تعالي بليز. فرح وين نظاراتك؟ ما بدي البسهم اليوم. تعالي. واو اسمعي جبت معاي موبايل. شوفي جبت معاي موبايلي. اليوم رح ناخذ صور كتير 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 لانه ما بناخذ اغلبيه صور عرفتي. فاليوم جبت موبايلي ورح ناخذ صور. خدي خدي الموبايل شوفي. واو لك هاتي هاتي موبايلي. اعطيني موبايلي. شو قاعده بتساوي؟ هاتي تعي تعي رح ناخذ سيلفي. تعالي 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 تعالي. شو رأيكم ناخذ اول سيلفي لليوم؟ اوكي يلا تعالي. شو رأيك؟ المهم هاتي رقمك، قلتي انه صار معك انتي كمان موبايل. هاتي رقمك عشان رح ابعت لك الصور. اوكي يلا
أوكي رح أعطيك رقم جوالي، لما تروحي على البيت ابعتي لي مرحبا أنا إسراء. خدي خدي هاي. أوكي أوكي هيني سجلتك، كتبت عليك بستي. المهم هلأ يلا نروح على الصف. أوكي يلا نروح. أكيد رح نضل نتواصل، وأنا رح دق عليكي ونحكي فيس تايم، وكمان نقدر نلتقي ليش لا. يلا هلأ أنتي لازم تطلعي يا إسراء، مبروك عليكي التخرج تبع الابتدائي. شكرا، أنتي كمان مبروك عليكي. يلا هي آخر رح نتسالم فيها. يلا هلأ عشان ما أتأخر، يلا رح أنزل من الباص وروح على البيت، رح أدق عليكي. أوكي يلا باي. I will miss you. يلا باي. بعتت صورتها. أنا كمان رح أبعت.